أهلا بك في الهرم الرابع، نرصد الحدث ونقدم كل ما هو جديد. أرجو الاشتراك ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المفتاح اللي أنا كلمتكم عنه قبل كده، اللي بيشتغل عن طريق الإنترنت. طبعا المفتاح أولا بيشتغل، طبعا بيركب مكان المفتاح اللي هو 7 في 7 عادي، تمام. أنا وصلته على لمبة عادية وبيشتغل باللمس كده، تشغل وكده تطفي، تمام. وحتى لما بتيجي تشغله بيبان عندي هنا في الأبليكيشن إن هو اشتغل، تمام. منور أهو، طفيته، طفى في الابلكيشن، وممكن اشغله من هنا من الجوال من اي مكان يعني. كده اشتغل وكده طفى، تمام. ممكن اخد الشكل ده، ماشي. كده اشتغل، كده طفى، تمام. وممكن ان انا اعمل له تايمر يشتغل بوقت ويطفي بوقت، في الاسبوع، في اي يوم زي كده، اختار الوقت واختار التاريخ وزي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.